له يا اخوان من شيء اسمع منذر السلامي من احد مواطنين القدس وانا مقدسي وانخلقت وانا كل سنه بسوي هذا الشغل كل سنه بفرق بالحمد لله رب العالمين. الناس ان شاء الله السنه الجاي نكون محررين والقدس والاقصى محرره يا رب العالمين. ولا تحرمنا الصلاه بالقدس والمسجد الاقصى يا الله، ولا تحرمنا الرباط في المسجد الاقصى.